عزيزه. كاين بنتي عندها المشكل ديال القرنيه، دابا عندها القرنيه عوجه ليها، ودابا كطلب واحد سميتو ليزر ديال عينها بجوج، كيقول لك 70 العين. ملي كبرات شويه ولا كتقول لي عينيا فيهم الحجر. ملي ديتها على الطبيب قال لي خاصها بعدا واحد الراديو ديرو، درنا داك الراديو درتو لها ب20. ملي مشات قال لك عندها القرنيه مشات ليها عوجه، خاصها دير واحد ليزر ب70، يعني بحال عينها بجوج ب140. وعاده قالت لي خاصها واحد 3 العبارات تعبر 10000 العبار، وعاده من بعد سميتو دير الجاجات. عندها 12 عام. هو القرايه ضاره، عينها ما كتشوفش مزيان، واخا جات في الطاوله الاولى جات حد السبوره ما كتشوفش، ديما كتشك عليا وكتبكي كتقول لك انا عيني ضراني. ميت اختي في 2008، واختي راه كتبقى فيا كنشوفو انا، حيت ما عنديش باش غندير لها هاد سميتو، حيت انا ديك ال20 عام الناس اللي عاونوني فيها كل واحد واش عطاني تا درتها ليها، ولكن هادشي جاني كثير اختي ما قادراش عليه. ما عنديش هاد المصاريف انا، يلاه كنخدم ب6000 ريال السيمانه، اش غديري تصرفي منها؟ كنخدم اختي فيني سيوان، هادوك 6000 ريال كنصرفو منها ونخلصو منها الماء والضو وغاديين. انا كنطلب اختي من بنتي يعاونوني عليها يعالجوها، انا ما كنطلب حتى حاجه. داكشي اللي قسم الله راه يشوفوه هما يديوها ويتكلفوا بها. قال لي ما غاديش زايده وكيأثر على داكشي، ها ولا ما دارتش العمليه خاصها عينها غيمشيو لها. ها قال لي عاد دبري على الفلوس، وديك الساعه عيطه لينا وجي. محسنين كنطلب منهم ومن الله سبحانه وتعالى يعاونوني عليها، وراه الوريقات ديالها كاينين، راه الوراق كيقولوا يهزوهم واختي وتكلفوا بها. انا راه كنطلب منهم والو ليا، وانا خايفه على اختي، لا مشاو لها العينين، لا العينين راهم شي، حيت انا اصلا عندي وحده حتى هي العينين ديالها ناقصين ليها، حتى هي دايره لي لونتي ودايره بحال هما بجوجات بعدا فيهم.